مرحبا بكم مستمعي إذاعة لودجي راديو فقرة هاكس ويك، الفقرة اللي كرافقكم من خلالها أنا عائشة بوسكين في مجموعة من ليزاستوس اللي قدروا يسهلوا حياتكم اليومية. الكثير منا كيعاني من مشكلة التشتت وعدم التركيز في مهامه اليومية، خاصة إذا كانت كتميز بالاكتضاد وكثرة الواجبات اللي خاصها تطبق، أو ربما تقدر تكون مصاب بحالة عقلية كتصعب عليك التركيز بحال الإصابة بدرجة من فرط الحركة وتشتت الانتباه. لكن مهما كانت الأسباب فلا بأس في اللجوء لبعض الوسائل اللي تقدر تساعد في التخفيف من هذا المشكل. لذلك اخترنا لكم مستمعينا اليوم في هاكس ويك مجموعة من التطبيقات المجانية والمدفوعة كذلك اللي يمكن لك تحملها على هاتفك الذكي أو لحاسوبك الشخصي لتقليل فرص تعرضك للتشتت الذهني أثناء العمل أو الدراسة. أولا تطبيق فورست، وهو تطبيق تقوم من خلاله بزرع شجرة ثم بعد ذلك تحدد الوقت اللي بغيتي تكون فيه منتج أكثر، وبالتالي كل ما مخدمتيش بالهاتف ديالك وما دخلتيش لبعض المواقع كتزيد تكبر الغابة، لذلك سموه تطبيق فورست. لكن إذا قررت تستخدم الهاتف قبل نهاية التوقيت اللي حددتي، شجرة ديالك غادي تدبل وغادي تموت. هذا التطبيق يمكن لك تحمله عبر متاجر الاي او اس وجوجل بلاي بقيمة دولارين فقط، او مجانا كملحق اكستنسيون في متصفح جوجل كروم. ثاني تطبيق مستمعينا هو فوكس كيبر، اللي كيعتمد على تقنية بومودورو واللي تبتات الفعالية ديالها في تنظيم الوقت، بحيث كتخدم 25 دقيقة من العمل المتواصل مع فترات راحة بينهما لا تتجاوز 5 دقائق. ويمكن استخدام النسخة المجانية لهذا التطبيق عبر متجر الاي او اس والماك، او شراء النسخة الكاملة بدولارين فقط شهريا. اخيرا تطبيق ستاي فوكست، الجميل في هذا التطبيق أنه يسمح لك بتحديد المواقع اللي كتضيع فيها أكبر فترة من الوقت، وكيحدد لك في المقابل الوقت المسموح به في اليوم، وبالتالي اون فوا كديباسي التايمين اللي محدد لك كيتم حظر المواقع بشكل مباشر حتى تتمكن من التركيز في مهامك والانتهاء منها بشكل كامل. وبما أننا مستمعين في فصل الصيف، تزداد الرغبة عند الكثير من الناس في السفر، لكن بسبب كثرة إقبال المسافرين والسياح في هذا الموسم قد تكون الرحلة إلى بلد آخر فكرة مكلفة جدا. إليكم مستمعين مجموعة من النصائح لتقدر تساعدكم أنكم تسافروا الوجهة اللي حبيتوا وبأقل تكاليف المالية. أول خطوة خاصكم تحدوا مكان السفر اللي ما يكونش كيطلب مصاريف أكثر، وبالتالي اختاروا بلدان اللي العملة ديالها هابطة على عملة البلد اللي كتعيشوا فيه واللي مستوى المعيشة ديالها منخفض. تاني خطوة حجز تذكرة الطيران قبل مدة طويلة حتى تتمكن من السفر بأريحية وبأقل ثمن، كما أنه من المستحسن تقارن بين شركات طيران كثيرة حتى تلقى الطائرة المناسبة، ومن الأفضل دائما تجنب الرحلات في أوقات الذروة والمناسبات، أولا لأنها كتكون مكتظة وثانيا لأنها غالية. وفي هذا السياق تقدر تستعمل ديز أبليكاسيون يقدروا يساعدوك في معرفة وتحليل ومقارنة أسعار الطيران بحال تطبيق هوبر. أما بخصوص النقل فمن الأحسن تجنبوا ركوب التاكسيات لأنها مكلفة خاصة إذا كنت سائح، لذلك من الأفضل أنك تستخدم القطارات أو المترو أو لأنك تستأجر سيارة. أما مكان الإقامة فكي تعتبر أكثر حاجة مكلفة في السفر، ما عليك في هذه الحالة إلا أنك تجلس في هوستو عوض أوتيل، وهو مكان ما كيختلفش بزاف على الفندق، بحيث بإمكانك تستفد من غرفة نوم بسرير وحمام. والجميل في الهوستو أنه كيكون صغير الحجم وكيجيب لي سياح من بلدان مختلفة، شيء اللي غيخليك تعرف على ثقافات وجنسيات جديدة. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube l'ODG TV et rendez-vous aussi sur notre site l'ODG.ma et l'ODG.tv. Rediffusion sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer et Spotify. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة هاكس ويك، نضرب لكم موعد لا سومين بروشين ومع ديزاستو جداد. هادشي كامل على أثير إذاعتكم الرقمية لو دي جي راديو.